قديس بولس كتب 14 رسالة، كلمة في المسيح تقريبا وردت في 13 رسالة. وردت كم مرة؟ حوالي 175 مرة كلمة في المسيح بس عند بولس الرسول، حوالي 175 مرة. لو قريتم رسالة أفسس أول إصحاح حتى مثلا متكرر فيها حوالي 14 مرة في أول إصحاح بس. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماء فيه. يبدأ يكرر كلمة في المسيح في المسيح في المسيح في الإصحاح الأول من رسالة أفسس حوالي 14 مرة. فواضح إن الموضوع ده مش كلمة عابرة، في فرق بين في المسيح وإحنا للمسيح. طب الكلام ده جابه منين؟ امبارح سمعنا برضك محاضرة بيقولوا إن بولس الرسول شدنا بره وعمل لنفسه ديانة تانية. في المسيح دي بولس الرسول ما اخترعهاش، مش من عنده. نمرة واحد، حسها في الموقف بتاع دمشق. طب وهل حد غيره قالها؟ أول من قالها هو الرب يسوع نفسه، عشان نعرف إن التعليم ده مش تعليم بولس الرسول، ده تعليم الرب يسوع نفسه. شوف بولس الرسول لما كان السيد المسيح لما كان بيكلم التلاميذ بيقول لهم إيه؟ فيلبس بيسأله بيقول له يا سيد أرينا الآب وكفانا. تعرفين الآية دي؟ فرد عليه وقال له إيه؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ كناحية لاهوتية مفهومة، الابن في الآب والآب في الابن. الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. يعني ابتدى السيد المسيح يبين لتلاميذه إن هو والآب، هو في الآب والآب فيه والآب حالل فيه. ده كان بداية الكلام. وبعديه على طول يقول إيه؟ في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيا وأنا فيكم. تعليم أن احنا في المسيح أو المسيح فينا، السيد المسيح نفسه اللي ابتدى التعليم مش بولس الرسول. ابتداها وابتداها بطريقة، يعني مش ابتداها خطوة خطوة، ده ابتداها من أعلى نقطة، إن أنا في الآب والآب فيا وأنتم فيا وانا فيكم. وحيث هو المسيح يحل الاب يحل ايضا. فبقت الوحده مش مجرد وحده مع الرب يسوع، ده بقى وحده مع الثالوث الاقدس. في صلاته الوداعيه السيد المسيح بيقول ايه؟ اللي هو اصحاح 17، انا فيهم، ده بيكلم الاب، انا فيهم وانت فيا ليكونوا مكملين الى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أنا فيهم وأنت فيا، عشان العالم يعرف أن هو أرسلهم أن هو فينا. يعني أي الحتة بتاعت بولس الرسول لماذا تضطهدني، عارف أن هو أن احنا فيه وهو فينا. الاضطهاد وقع علينا وقع على ربنا شخصيا. أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. ويرجع يقول وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. يبقى العقيدة بتاعت إن احنا في المسيح اللي ابتداها الرب يسوع نفسه مش بولس الرسول، والتلاميذ قرروها عن السيد المسيح مش بولس الرسول بس اللي قررها. يعني شوف القديس يوحنا الحبيب في الرسائل بتاعته بيقول من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت وهو الله والله فيه. نقطة أساسية في المسيحية، نحن لا نعبد إله في السماء بعيد عنا. دي مش موجودة في أي تعليم آخر، احنا بنعبد إله فينا. إله تواضع ونزل قدم لنا نفسه على المذبح فخدناه جوانا، اتحدنا فيه في المعمودية وادانا نفسه ناكله، بقينا احنا فيه وهو فينا. الحتة ده هي من أجمل الحاجات اللي احنا لازم نشرحها لأولادنا في مدارس الأحد. أما أنتم فالمسحة التي أخذتمونها منه ثابتة فيكم، احنا هو فينا. هو بيقول أنا في الأب والأب فيا وأنتم فيا، فهو فينا والاب فينا. ويرجع يتكلم عن الروح القدس
وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم. هي النطق المسحة مش المسحة، نطق الصح حسب التشكيل اللغة العربية المسحة مش المسحة. وأما أنتم فالمسحة التي أخذتموها منه ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق ليس كذب كما علمتكم تثبتون فيه. كده يبقى احنا في الآب والابن والروح القدس. كل ده خده القديس بولس الرسول وهو على طريق دمشق، لما حس ان النور محوطه من كل جهة، وهو بقى نقطة في جوه هذا النور.